امرئ القيس الكندي الملك الضليل. ولد أميرا وعاش طريدا ومات قريحا. لما بلغه نبأ قتل والده الملك قال: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، وأقسم أن لا يشرب الخمر حتى ينتقم ويثأر لأبيه ويعيد ملكه المسلول. اليوم خمر وغدا أمر. سار امرئ القيس إلى قيصر ملك الروم مستنجدا به بعد استعانة المنذر ملك الحيرة بكسرى ملك الفرس عليه، فأكرمه قيصر وقربه منه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ولقب بذي القروح لأن ملك الروم أهداه حلة مسمومة لبسها حتى تقرح جلده بوشاية رجل من بني أسد اسمه الطماح. فلو أنها نفس تموت جميعة، ولكنها نفس تساقط أنفسا، وبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيلك من نعمة تحولن أبؤسا. وحين اشتد عليه مرض الموت نزل بالقرب من قبر امرأة غريبة دفنوها بقرب جبل اسمه عسيب. حينها قال امرؤ القيس مخاطبا الأميرة في قبرها: أجارتنا إن الخطوب تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وار التراب غريب. ومات ودفن هناك في أنقرة قرب جبل عسيب. واستعملت العرب هذا الجبل في ضرب المثل في البقاء وعدم الزوال، فكثر في أشعارهم وأقوالهم.